أخذنا المستقبل وافتهمناه، وأخذنا المستقبل الجوينج تو وافتهمناه بصورة مبسطة. المستقبل إذا لقينا فيوتشر أو لقينا واحدة من ذني راح نخلي ول، أما إذا لقينا فيوتشر جوينج تو راح نخلي إز للمفرد وآم للآي وآر للجمع، زادا جوينج تو بعدين ننزل فعل مجرد. الشغلة اللي وراها والمهمة واللي كل سنة تجي الفرق، بين وبرضه وكم لا سولف، الفرق بين الول والجوينج تو شلون تجينا ذني في حالة الاختيارات؟ ليش استاذ واذا جابها بحالة الاختيارات؟ هنا عندنا مشكلة. شنو هي بحالة الاختيارات؟ ما يجيب لكم منطوق سؤال، واذا ما جاب لنا منطوق سؤال ما يجيب لكم منطوق سؤال، يعني راح يعيفكم شغلتكم حيره. زين شلون راح نفرق بيناتهم؟ الفرقون بيناتهم بشغلة بسيطة، خليني اشرحها كلها كاملة. عندنا الجوينج تو وعندنا الول. الجوينج تو تأتي وياما تأتي مع الأمر المؤكد، أما الول للتنبؤ. شنو يعني التنبؤ؟ يعني امر غير مؤكد. بس الحين ما نعرف هي الشغلات، تسولف لنا الزبده، انا سولف لكم الزبده. الزبده تقول انه الاي واليو والوي هذني اذا لقيناهم، واكثر شيء الاي حتى اليوم مهم، اهم شيء عندنا الاي هذني اذا لقيناهم ايش راح نخلي؟ لا استاذ ما افتهمنا هيك، انا فهمكم صديق كذي. شوف ذا الاختيارات هنا ايش لقينا؟ اذا ايش راح نخلي؟ going to، يعني تصير I am going to. هنا لقينا، ها العفو نسيت شغلة، شوف شلون نسيتها. والساعة، اوكي فهنا عندي ساعة، وإذا عندنا ساعة ايش راح نخلي؟ غلط، نخلي از. وليش تنسون الاز والام والار؟ از جوينج تو. رقم ثلاثة عندنا، كل شيء ما عندنا استاذ، إذا كل شيء ما عندنا راح نخلي وال. ها رقم أربعة ايش عندنا هنا؟ الاي شو نخلي لها؟ I'm going to. وهنا ايش عندنا؟ خلي وال. هنا ايش لقينا؟ واذا عندنا وي شو نخلي؟ الوي تاخذ ار، والار يجي وراها شنو؟ going to. هنا هم عندنا وي استاد، اي بس نخلي لها وال، وتكتبون عليها حاله شاذه. شو بي هذا؟ هي نغمة ما تنحضر؟ هاي شو ما نخليها؟ آسف ما منتبه لها. أوكي ستة، كل شيء ما عندنا خلينا والله. أوقف أستاذ، أوقف أوقف، مو عندنا ساعة. لا شباب هنا أريدكم تكونون واعين. شلون يعني واعيين؟ يعني هنا عندنا اور، واذا عندنا اور يعني هاي جمله واحد وهاي جمله واحد، ها لكن هنا عندنا ساعه، فش راح نخلي؟ is going to. طخت، شوفها ما طخت. تعال يابا خلينا ناخذ نماذج او اسوي لكم اياها على شكل اختبارات.